بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو هذه مخصصة لوليداتي اللي جابوا شهادة التعليم الابتدائي وطلعوا جاو عندنا للمتوسط. نقول لهم مرحبا بكم، رايحين نتعلموا واحد اللغة سكر عسل هايلة هايلة هايلة. وشنو حفظوا لها المرادفات والكلمات الجديدة وصدموا، متخافوش كامل، شاركوا في القسم، العبوا في القسم، الأساتذة تاع الانجلي كاع هايلين، يحبوا اللي يشاركوا ويحبوا اللي يضحكوا. اوكي، اذا اهم الدروس لي مامون اللي راكو تشوفوا فيها لي بارون اون جينيرال، ماشي غير لي ماما. واش عندنا دروس برضه عندنا جريت بيبل. جريت معناتها القي التحيه، راح تتعلم كيفاش تلقي التحيه باللغه الانجليزيه. على بالي بلي بزاف يعرفوها، مي اون سي جامي، لازم تعرفوا تكلاسيوهم كيفاش ندير التحيه مع انسان ما نعرفوش، ولا انسان كبير عليا عمرا ولا قدرا، ولا انسان هكا في لافامي خاوتي اصدقائي، ماشي كيف كيف. اذا رايحين نكلاسيو الجريتينغز، هذوما سالوتيشنز تاع النهار تاع الليل تاع الصباح تاع العشيه، تاع اللي نعرفهم تاع اللي ما نعرفهمش. انتروديوس ماي سيلف، الدرس الثاني قدر يكون هو الاول، لا ما خاطش الاستاذ يقدر يبدل ترتيب الدروس. انتروديوس ماي سيلف هي ان فرونسي سو بريزونتي، ما تخلطوش ما بين بريزنت و انتروديوس. خلاص فرونسي دوكا عندها شيخه تاعها وحنا اونغلي وحدنا. سو انتروديوس معناتها اقدم نفسي، راح نمد الاسم نتاعي. هذه لا فيديو، لا فيديو كامل كاع واش راني حنهضر، راهم واجدين، دخلوا برك وشوفوا وتعلموا، ديروا دفتر خاص سموه دفتر استاذه راضيه واكتبوا واش تعلمتوا. اذا نمد الاسم نتاعي، جيف انفورميشن اند ريسبوند تو كويستشنز اباوت مي ماي ايج. يما الهضره هذه تخلع، هي ما كان والو، هي انه ندير حوار، نتعلم ندير حوار نهضر فيه على ماي نيم ماي ايج ماي كلاس معناتها القسم نتاعي بروميير ام شحال، اند ماي هوم تاون معناتها وين نسكن المدينه نتاعي، بيان سور البلد الجزائر، ولا يتابعوا فيا من بلدان اخرى. هنا نحطوا البلد نتاعنا كي نقولوا كونتري. اسك اباوت ا نيو فريندز نيم، هنا عندك زعما تيك انسان جديد، تلميذ جديد جا في القسم، كيفاش نسالو. هذه لا فيديو ثاني نديرها لكم على شكل ميكي، شوفوه بزاف شباب تاع استاذه مع تلميذه جديده. نروحوا للمفردات. المفردات هاني كي شغل كي نقول لك عنوان الدرس انت تفهم واش راح تراجع. الو تو سكي غريتين هيلو هاي جود مورنينغ جود افترنون، هذو الكلمات جدد. نيم تاعك، الايج راح تحتاج الى الارقام. سكول تعلم تكتب الاسم تاع المدرسه تاعك، شوفوا في لي سوجي شوفوا كيفاش يتكتب باللغه الانجليزيه. الهوم تاون ثاني، شوف المدينه نتاعك كيفاش تتكتب. ما توصلش للقسم تروح للاستاذه قولها استاذه كيفاش نكتب متوسطه كذا كذا، تكون تعرف ديجا، تكون رايح واجد. اما فيما يخص لا كونجوغيزون اي لا غرامير، راحين نتعلموا مع بعض كيفاش نصرفوا لو فيرب اتر. شتو لو فيرب اتر تاع الفرونسي؟ في الانجلي اسمه ذا فيرب تو بي، راحين نتعلموا كيفاش نصرفوه، كيفاش نقول انني جو سوي، نقول اي ام، يو تو اي نقولوا يو ار، نتعلموه غير بالحبه حبه 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 نتعلموا. افيرماتيف معناتها كيما نقول لك اي ام وكامل، نيجاتيف محسوب انا ما جو نو سوي با، ما رانيش، نقول اي ام نوت، هي النيجاتيف فورم صيغه النفي. اوكي نتعلموا هكا ونتعلموا هكا ونتعلموا الانتروغاتيف معناتها كيفاش نسال. وفي الانجلي تتعلموا باللي كاينه الاسئله، شتو ذاك في العربيه كيفاش نقول متى اين لماذا، هذو في الانجلي سبحان الله كامل يبداو بالدبليو اتش، هذه دبليو دوك تقراو لافابي، هذه اسمها دبليو 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 اتش دبليو اتش دبليو، هذه فين فيها دبليو فيها الاتش اتسيترا. اما لاتيك راحوا سماوهم دبليو اتش كويستشنز، اللي هما متى اين وكاع وكاع، وين وير وات هو، تتعلموهم غير بشويه ما تخافوش. انا اليوم نمد لكم غير عناوين تاع الدروس وكلش راهو في القناه، نعاود ونعاود. اما لا تيك تروحوا تقراو هذوك دبليو اتش كويستشنز، علاه هانا قلنا باش نروح نسقسي زميلي وهو يسقسيني نفهم، لازم نكون نعرفهم صح. هاني كملت هذوما، نروح نحفظ نكلاسي، خاطرش قادره استاذه تمدلي جدول وتقول لي حطي لي فيرب منا، حطي الضمائر منا. كيفاش نقول ضمير؟ نقول personal pronoun personal pronoun. تشوفوا هذا واحد الضمائر اللي هو انا وانت وانت وانتوما كامل، نقراوهم بالانجلي، ما كان في الانجلي غير في تاتا. possessive adjective كيفاش نقول حاجه هذه نتاعي؟ نقول ماي، نقول ماي نيم، الاسم هذا اسمي انا، اسم نتاعي نقولوا ماي نيم.
وانت الاسم نتاعك نقول لك your name. حنحتاجو هذوما prepositions of location. هذا غير الاسماء واتي خلعوا. وش معناتها؟ معناتها in، معناتها at. كي نقول لك انا نسكن مثلا في باب الواد، نقول لك I live in باب الواد. حنحتاج in اللي هي في، اعيش في. اوكي، والارقام نحبسوا في 15 16، خاطرش ما ننساوش بلي القسم فيه المعيدين. كاين اللي عنده 16 سنه مازال يقرا سنه اولى، ان شاء الله ان شاء الله ينجح ويروح سنه ثانيه. المهم تحتاجوا ما بين 1 و 13 باسكو عندك خاوتك صغار ربما، وتهضر على روحك. كاين اللي عنده 10 سنين، كاين اللي عنده 11، كاين اللي عنده 12، كل واحد وظروفه في هذه الدنيا. اذا احفظوا لي هذو الارقام. راحين تكتشفوا واحد العفسه جديده جامي درتوها، هي انه الحرف دي فوا نكتبو هكا ونقرا هكاك، ماشي كامل كيف كيف. اما ياتيك في لونجلي بقاو يخمو يخمو هذوك اللي خدموا لونجلي، قال لك كيفاش ننطقها، راح ندير لها واحد الرمز. اما ياتيك حتى الكلمه اللي تسمع فيها اي هم خدموا لها الرمز هذا اي، واللي نسمع فيها اي شوفوا اي كيما ماي كيما هاي كيما فايف. اوكي، هذوك نحطوهم هنا وين كاينه اي، يعني نشرح لكم شغل في الدرس. واللي فيهم كي نسمع كي نقراهم نسمع اي كيما نايم كيما ايج، هذوك فيهم اي، هذا هو رمز الاي. وكاينه هذه وهذه ثاني اي قصيره وهذه اي طويله، مثلا اي كيما ان واي كيما تيتشر. فهمتوني؟ المهم ما تخافوش اساتذه تاعكم كاع هايلين، ولا كاش ما حصلتو واش ديروا؟ دخلوا اليوتيوب وكتبوا استاذه راضيه سنه اولى متوسط، يا ودي تخرج انت تقري. تهلاو في روحكم وفي والديكم. سلام.